راديو سمر، راديو لكل السودانيين. بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com. يا رب بشكرك من كل قلبي، بشكرك عشان أنت إلهي بتحبني وبترعاني، بشكرك عشان أنت بتحميني من الشر وبتدافع عني. يا رب أسندني من ضعفاتي، سامحني لأني لسه بتكل على أيادي ناس تانية، وإنت ربي وإلهي. أنا بعرف إنه بيك وليك كل حاجة، وإنت بتمسك كل حاجة وما في حاجة بتستحصى عليك، وبعرف اللي بيكون مستحيل عند الناس بيكون سهل عندك، وأنا واثق فيك يا الله، واثق في قدرتك الإلهية اللي بتفوق مقدرة عقلي البشري، واثق من إنك سامع لصلاتي هسي وكمان حتستجيب على حسب مشيتك. يا الله بخد كل زول بين يديك، يا رب بطلب منك تحميني وتحمي أسرتي من كل شر جاي، وتفك كل القيود اللي بتغيد حياتنا، لأنك أنت وحدك القادر تفك وتحل كل القيود، وأنت وحدك القادر تدي حياة السلام. آمين. صباح الخير صديقي المستمع، أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك بكل خير. مرحب بك دائما في راديو سمر، أهلا بك في همسات صباحية. تحية طيبة لك من الفريق العامل ومن صديقك دائما هيثم حسن، وسعيدين نلتقي في صباح جديد، سعيدين ربنا يدينا حياة جديدة ونسمة جديدة وبركة جديدة ونعمة، ودائما شاكرين الله على كل مراحمه وعلى كل إحساناته، لأنه بيشرق بشمسه على كل بني البشر. تحية لك وإنت بتطل علينا، ضيف ظله خفيف وضيف راقي وضيف طيب ومشارك دائما بكل حماس وكل نشاط. يوم جديد ونتمنى التوفيق للجميع، و نتمنى النجاح، ونتمنى أيضا ربنا يباركك ويسعدك ودائما يوفقك في كل أمورك. انطلقنا جميعا عشان أعمالنا، عشان وظائفنا، عشان أكل عيشنا، وكل
كلنا أمل ورجاء في ربنا إنه الله يفتح علينا، الله يسعدنا، الله يدينا يوم مختلف، يدينا خير وبركة لحياتنا. ودائما خلي ثقتك وإيمانك في ربنا، وخليك عندك إيمان قوي في كل أمر أنت في حالة بتاعت خوف قلق وحتى عدم اطمئنان، لكن أقول لك خلي ثقتك في ربنا قوية، خلي إيمانك دائما في ربنا قوي. ودائما مع همسات صباحية، موضوع جديد، نقاش، حوار، دردشة، ويعني حب كده بتاع أخوان، بتاع أصدقاء، بتاع الناس طيبة. وفي الهمسة الصباحية قصدنا نتونس معاكم، قصدنا ندردش، قصدنا تشاركونا ونطرح موضوع نتفاكر فيه كلنا بعض. وموضوع مهم جدا حقيقة، ده حالتنا وحال كل إنسان، وحتى إخواننا المخلوقات على الأرض نفس الشيء، بتشعر بالخوف، وكلنا بنخاف، كلنا بنرتعب، كلنا بنترهب بحاجات كثيرة. وفي الزمن اللي احنا فيه في تعدد، في أشكال، في أنواع مختلفة من الأحداث اللي من حولنا، وكل يوم بتزرع فينا الخوف، الكوارث الطبيعية. والأيام دي الناس اللي بتتابع السوشيال ميديا، والناس اللي بتتابع التواصل الاجتماعي، والناس اللي بتتابع التلفاز، والناس اللي بتتابع الأخبار حول العالم، موضوع الحرائق المرعب وبالطريقة اللي كل زول مستغرب منها، شوية كل شوية في دولة، كل شوية بطريقة يعني مفزعة، طريقة ممكن تكون فيها عدم تخيل على إنه ممكن إنسان يفكر في إنه يحرق غابة، يحرق أشجار هي بتحمي، أشجار هي بتغطي، بتفيد الإنسان. وفي ناس ساكنين في الغابات، يعني في آخر حصيلة 23 أو كم أكثر من 23 في الجزائر في مبارح، وفي بعض المناطق المختلفة، اليونان، سيبيريا، وتركيا، حاجات كده غريبة بتحصل، فيضانات، سيول، أمطار. وفي بعض الدول ما بتتخيل إنه يوم تسمع ألمانيا، بلجيكا، وفي بعض دول يعني معروفة، اليابان، في آسيا معظمها أغلبيتها يعني بتسمع الصين وكوريا، في بعض إندونيسيا، في بعض البلدان المختلفة. والتجدد كل مرة الإنسان بيخاف منه بسبب الوباء بتاع فيروس كوفيد 19، كل مرة الناس بتسمع إنه بيتجدد، طلع شكل تاني. شنو الموضوع؟ شنو الحاصل؟ الخوف ماليان ومال البشرية، الخوف، وممكن يكون ما بس ده، لكن في حاجات تانية بتخوف كثيرين من الناس. في ناس خايفة من حاجات تانية، ناس شايلة هم، ناس بتفكر قلبها مقطوع، قلبها مشغول. أهلا بك، ودعوة لك تشاركنا مستمع الكريم في الوضع، في الحال فيه الإنسان، والطريقة اللي بيعيش بها كل يوم. في ناس لدرجة إنه مرات ما بتتحرك، ومرات ما بتمرك، مرات بتكون شايلهم. ولغاية هسي موضوع الكورونا بيرعب كثيرين لغاية هسي. في ناس فعلا عندهم أعزاء فقدوهم في الوقت بتاع كورونا، أبهات، أمهات، أخوات، ناس كثيرة من كل المستويات، فنانين، فقراء، غنيانين، نجوم كورة، يعني ناس كثيرة أصيبوا بكوفيد 19. ودول كبيرة بسبب كوفيد 19 الاقتصاد وضع العالم كله خوف، وحتى خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف حتى من أبسط الحياة. من شنو أنت خايف؟ من شنو أنا خايف؟ من شنو أنت خايفة؟ والموضوع ممكن من الصباح مقلق لبعض الناس، وبيخلي الناس تفكر، تخلي الناس صحي بكرة بلدنا وأرضنا. وهسي فيضانات في بلدنا، المستوى بتاع الأمطار، منسوب النيل للطريقة المرتفع بها، الناس خايفة تنوم وفجأة تلقى نفسها داخل الموية، ناس بتتحرك، ناس بتمشي، زراعتها خايفة من المزارع، خايفة من المحاصيل، وخايفة من الممتلكات، خايفة على الحاجات اللي عندها.
مشكلة بيت ما ثابت قوي وما قوي هيكون في خوف. أمطار لغاية هسي وماشي لي جدا أكيد في خوف. من شنو أنت خايف؟ من شنو أنت خايفة؟ من شنو إحنا خايفين؟ وأنواع الخوف، لكن بنتكلم عن الخوف من الكوارث والخوف الممكن يمالي قلوب الناس في الأيام دي، أشياء كثيرة جدا الليلة بتهدد ومهدد صعب جدا للناس. كل زول عامل احترازيات، كل زول عامل استوب من بعيد بخصوص الحياة والتعامل مع الإنسان الآخر ومع أقرباء وأعز الناس لهم. أهلا بك ودعوة للمشاركة برأيك وتشاركنا موضوع وتقول الواقع وبيخلي الإنسان بيخلي البشرية تخاف. شنو في رأيك أكثر ممكن بيخوف الإنسان؟ هل المستقبل؟ هل العوامل الطبيعية الكوارث دي؟ ولا هل الحياة بصورة عامة؟ وحتى يعني في بعض الحاجات من أكثر الحاجات اللي بتخيف الإنسان بتخوف الإنسان في الأيام دي شنو في رأيك؟ تعال شاركنا وأطرح رأيك وقول بكل ارتياحية وخلينا نناقش معك، خلينا ندردش معك. ودعوة للجميع سعيدين انتوا هتكونوا معانا. هنطلع فاصل ونرجع ما تمشي بعيد. مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو. انت
بك عزيزي المستمع، صباح الخير، مرحب بك دائما في همسات صباحية. ومرة تانية أجدد ترحابي بكل المستمعين ولكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان، ودائما في همسات صباحية سعيدين وإنتوا بتقابلونا، سعيدين وإنتوا بتستضيفونا عندكم في هواتفكم وأيضا في الأجهزة المختلفة اللي إنتوا بتتواصلوا من خلالها معنا، وقبولكم أيضا لتقديمنا لطلب صداقتنا لكم، وأيضا متابعتكم لنا لحظة بلحظة ومشاركاتكم تدينا دافع وتدينا كمان روح معنوية عالية بأنه نستمر ونكمل معكم. سعيدين بكل الأصدقاء وبكل المتابعين، يا رب إن شاء الله هم بألف خير وصحة. كل زول بتابعنا بيغيب من حين إلى آخر، بيجي وبيكون مشغول ومضغوط مع ظروف الحياة، بنعذر حقيقة الناس اللي ما بتلقى وقت مرات تسمعنا ومرات ما بتلقى يعني فرصة تشاركنا بسبب مشاغلهم، بسبب وظائفهم، بسبب الأمور المختلفة، وحتى الظروف الممكن بتعبر وتمر بكل زول، سفر وشغل وبعض أمراض وبعض تعب وإرهاق وممكن يكون حاجات تانية. لكن في الصورة العامة بنحيي كل متابع لأي برنامج في راديو سمر، كل الاحترام والحب والتقدير مننا بهذا الحب، وإحنا مديونين لجميل أنتم دائما معنا بهم. ودائما في الهمسة الصباح معنا مميز، صباح معنا مختلف، ودي من أجمل الفترات اللي بيقابل بها اليوم الجديد الصباح. فيه كثير، فيه متنوع، فيه أشكال، فيه كل حاجة، وبتلقى حركة الحياة أكثر، وبتلقى حركة الإنسان، تركيز الإنسان، اهتمام الإنسان، جري الإنسان، شغل الإنسان في الصباح. بتلقى الناس كلها كده جارية مستعجلة بتسابق الزمن، داير كل زول يوصل، داير كل زول يلحق، داير كل زول إنه يجيب الحاجة الدائرة ومبارح عشان الزمن ما يفوت. ومربوط بوقت كل المؤسسات الحكومية، كل المصالح الحكومية عندها زمن بتنتهي الساعة كده، وحتى الخاصة لما يمشي شغله حتى عشان يقدر يسافر، حتى يلحق له طيارة باخرة قطر ما عارف بص شنو، بزمن مربوط الصباح في وقت أغلبيته الحياة فيها أنشط، الحياة فيها تركيز. التوفيق للجميع، ونتمنى ربنا يوفقك، ربنا يكون معك. المستمعين الكرام، ما نزرع داخلكم الخوف ولا نولد الخوف جواكم، ولا حتى إنه نرجع ذاكرة ونرجع الأمور، لكن واحد كتب قال الخوف هو أسوأ مستشار للإنسان. الخوف أسوأ مستشار للإنسان. وواحد قال تذهب الأمم إلى الحرب لواحد من الثلاثة أسباب: الشرف، الخوف، المصلحة. واحد بيمشي لرد الشرف بتاعه، والثاني بيمشي عشان هو خايف، وممكن آخر لأجل المصلحة. الخوف يصبح شعور قاتل، ولو تملكنا بكل شيء فلا بد من الخوف عشان نتجنب الوقوع بالمخاطر والمشاكل، لكن عدم جعل هذا الخوف يتملكنا بكل وقت، لأنه الخوف الزائد عن حده يجعل الناس أكثر سلبية وعبودية والحرية. ويجب على الإنسان تحدي هذا الخوف قبل أن يسيطر عليه ويتملكه، ودي واحدة من الإرشادات المهمة عن الخوف والكلام الممكن يكون جميل. في كثيرين اتكلموا وعبروا وقالوا عن الخوف بكل أنواع الطرق والأفكار المختلفة، وحقيقة واحد عبر بتعبير جميل أيضا، قال صحتك لا تقدر بثمن، فلا تسترسخها بالقلق والخوف والغضب، وأعلم أنك المسيطر، ولا تقول لا أستطيع، فإن قلتها تحقق ما كنت تخشاه. صحتك ما بتقدر بثمن، ما تسترسخها وبالقلق والخوف والغضب، وأعرف إنك المسيطر، أعرف إنك أنت المسيطر، وما تقول أنت ما بتقدر،
ولو قلتها انت اكيد هتحقق اللي انت كنت خايف او اللي انت كنت يعني خدت ليه الهم او التفكير الاكثر. عشان كده وانت من صغير اكيد طبعا مرت عليك لحظات صعبه وانت بتتشكل في طفولتك، ولو بعيد عن والدك بعيد عن والدتك بعيد عن يعني اي زول كبير فشعرت بالخوف. ما في انسان ما شعر بالخوف، وما في مخلوق ما بيشعر بالخوف بالتهديد، وكلنا بنخاف، وكل زول مننا عنده اشياء بيخاف منها، كل زول عنده شيء معين بيختلف منه بيرهبه وبيخليه انه ممكن ذات ما يعمل اي شيء ولا حتى يطلع ولا حتى يتحرك ولا اي شيء. فنسبة الخوف عندك كيف، والحاجات اللي انت بتخاف عليها والحاجات اللي انت خايف منها شكلها كيف، وضعها كيف، وهل تستحق انها تخاف منها، تستحق على انك انت تترهب بهذا الطريقة وتكون يعني مرعوب، وهل الحاجة دي لو انت فعلا واجهتها بكل يعني قدرة كده هتلقاها بسيط او احتمال تلقى الشيء ده اصلا ما عنده علاقة ولا عنده موضوع ولا اصلا في ناحية من نواحي بتخليها. في انواع كثيرة من الخوف ومختلف من انواع الطرق والناس بتخاف بها، لكن يعني الناس سمعت كثير، لكن في الأيام دي حقيقة بسبب الوضع والأزمات المتوالية والأوضاع المختلفة في حياة الإنسان بتدي الإنسان الخوف زائد، الخوف زائد جدا جدا. وإحنا في شهر وفي السنة دي وسنين يعني السنة الماضية والسنة دي بالذات كوارث غريبة وعجيبة، الأزمات المختلفة، الأوبئة المختلفة، كوارث طبيعية ما بتتخيلها خالص كله كله. وحتى كوفيد 19 ظهر يعني حقيقة خوف الإنسان بطريقة غير عادية، مش من أجل مصلحة، مش من أجل شرف ولا شيء، لا خوف حقيقي من أجل الموت، من أجل الإصابة وما في زول ما يقول لك ما كان خايف، ما في زول ما يقول لك يا أخي ما كنت مرعوب، ولا حتى لو عمل احترازيات عمل عشان شنو مثلا؟ عشان خايف، عشان الإصابة بتاعت كوفيد 19، وعشان الطريقة اللي تم الإعلام بها عن كوفيد 19 عن الإصابة به والأعراض والقراية بتاعتك. في ناس حتى لغاية هسه ما بتصافح، ما بتسلم زهر، ما بتقعد يعني محافظ على احترازات بطريقة غير عادية لغاية هسه. وفي بعض الدول كمان كل مرة الناس اللي بتتابع الإعلام عن بتتابع عن كسب موضوع الكورونا، كل مرة لما نسمع انه يتطور او يعني يعدل مثلا دلتا في اخر حاجة وتاني قبل كم يوم ظهر شيء جديد في، والناس بيتكلم عن اللي تحول من جديد المتحول في جديد في الهند ووصل ووصل والحديث، وفجأة كده هسه الناس بتسمع في افريقيا في واحدة من الدول شنو الموضوع بالضبط، والناس كل يوم مرعوبة وخايفة، والناس نزلت لاجل مصالح، الناس رجعت للحياة لاجل المصلحة، اي زول لاجل مصلحته داري يرجع داري يشتغل والما داري يشتغل، في النهاية الموضوع بيخصه هو، لكن ما تقول ما خايف، واحتمال انت تكون واحتمال تكوني انت خايف من حاجة تانية. كوارث طبيعية والليلة وفي الأيامات دي وفي الشهر ده بالذات أو في الشهور بتاعت الخريف عندنا الخوف مالينا، وكذا حاجة كده المواطن السوداني في الفترة الماضية كان خوف عادي وما كان خوف ما عادي، حاجات غريبة، تحديات بخصوص سد النهضة والطريقة والتفكير فيها. ويجي عليها شهر الخريف أو فصل الأمطار، الفصل اللي السنة الفاتت كان تحدي بالنسبة لنا وخسائر في الأرواح وممتلكات والبنية كله، ومرة تانية الصورة مخيفة، مرة تانية صورة مرعبة للمواطن للإنسان السوداني. وعلى ذلك ما بعد الخريف اللي بيحصل دائما عندنا الأمراض المختلفة والأمراض المتنوعة والأشياء الممكن تكون مختلفة، وقبلها كانت الأزمة الاقتصادية اللي كانت ضارب البلد واللي دائما وراء التحدي الصعب الممكن الناس ما قادرة تعرف، وحتى من الوضع الأمني الموجود في البلد والحياة الاجتماعية في حاجات كثيرة برضو اللي كانت وراء
يعني أنه تشتعل أزمة في بعض المدن السودانية المختلفة، بورسودان وما تعرف في دارفور وما تعرف بجاينو كردفان وفي الغرب في بعض المناطق المختلفة، والنزاع كان مستمر بين القبائل ولغاية هسه في أنواع كثيرة من الخوف. سؤال المهم، من شنو أنت خايف؟ وإذا في الواضح كذا الشيء المعلن، الكوارث الطبيعية الموجودة وكل مرة تظهر في حتة وكل مرة يعني تتشابه طريقة، لكن أنت كإنسان وأنت كبشر وأنت كابن آدم وأنت بتسمعنا بتتابعنا هسي ومعانا في الهمسة، من شنو بالضبط أنت مرعوب؟ من شنو أنت خايف؟ مرض، خوف من مستقبل، وخوف من أجل الحياة الزوجية، وخوف من عدم وجود عمل، خوف من أجل مواجهة إنسان، يتنوع من أنواع الخوف. من شنو أنت بالضبط بتخاف؟ وحقيقة يعني الموضوع ممكن لكثيرين من الناس لا يحبذ أن يستمعوا أو يتابعوا أو يشاركوا نتيجة الخوف. في اللي بيكون صادق، في اللي بيقول لك حقيقة أنا خايف من واحد واثنين وثلاثة، في اللي بيقول لك يا أخي أنا صراحة موضوع الخوف ده عمل لي مشكلة كبيرة جدا جدا وما قادر أتخيل. وحتى يعني في ناس بتخاف على أولادها، بتخاف على حياة الزوجية، بتخاف أو يعني منتبه أو حاذر جدا، وخايف على إنه يخسر شغله، وخايف على إنه يعني أي شيء إن كان. فأنواع مختلفة من الخوف، لكن الحقيقة النقطة في غاية الأهمية على إنه نضع حدود ونضع طريقة ونضع يعني حتى تفكير في إنه إحنا هل يستحق الأمر إنه نخاف، هل يستحق الأمر إنه نخاف. إذا من ناحية بتاعت الكوارث والأزمات، من حق الناس، من حق إنه كل زول يخاف. أمطار، فيضانات، سيول، ما في طريقة، كلنا ما في زول ما يقول لك أنا ما خايف حتى لو بيعرف يعوم. لكن لما تيجي في موضوع السيول والفيضانات والأمطار والحاجات زي دي، رعد وبرق وكلام، لا الموضوع صعب. في ناس حقيقة صعب جدا جدا بالنسبة لهم. وفي بعض المناطق أو في بعض الدول الرعد بيختلف طريق تزاعته في المناطق الزراعية والأمور. ناس شافت الخريف في المناطق الزراعية، ناس شافت الأمطار دي يعني لما تيجي تسمع وتشوف صوت، تسمع صوت الرعد وتشوف البرق، بيكون حاجة تانية، بيكون حاجة تانية. ودائما يعني بيكون حالة ما بعد حال، مش بس خايف على كده، لكن خايف ما بعد إنه الأمطار هي نازلة كيف ومن وين، يهدو اتجاهها كثيرة شوية حبة، ما بيقدر يحدد. والفترة ذاتها بصبها مطر، بقول لك 4-3 ساعات، وفي مطر ذاتها أنواع يعني أشكال ذاتها، بتجي النقطة كبيرة وحتة صغيرة، وممكن في إمكانية أنك تتحرك، في إمكانية أنك تمشي، في إمكانية أنك تسوق عربية، بس في حتات أو في أوقات صعب، صعب أنك حتى يعني تتحرك أو تمرك. ومرات كثيرة أنت بتكون قاعد في بيت يعني متوسط الحال، يعني بدك مرعوب. في بيوت حتى في الأماكن العالية بتخاف من أنه ممكن تجي صاعقة وكلام زي كده. فكل ده خوف والموضوع صعب. فيضانات حاجة صعبة جدا وما بتتخيل قدر شنو. لو انت شفت يوم مياه قادمة، لو شفت فيضان جاي سيول، حاجة ما بتتخيلها، يعني بتترهب وما بتتخيل قدر شنو ممكن تكون بتشيل الوراه والقدامة. ما في قوة تقدر توقف الطبيعة، ما في إمكانية على إنه قوة تقدر توقف الطبيعة، لأن هي لما تكون بالطريقة اللي دائما بتكون خيالية، لما تكون في مطرة، لما يكون في فيضان سيول، فيضان يعني بنشوف بيشيل بيوت، بيشيل عمارات، بيشيل عربات، يعني أكبر أحجام العربات بتتشعل، بتمشي عادي فيها في بعض الأماكن العالية والمرتفعة. فبتجي خسائر، خسائر بمعنى مش بس في الأرواح لكن في كله، يعني ما في أغلى من الروح. لكن تخيل الأسباب الممكن تكون ناس كثيرة ماتت بموضوع الفيضانات. في السودان حاليا مناطق كثيرة جدا يعني فيها سيول الفيضانات، والناس عايشة في قلق، الناس عايشة في خوف،
ناس عايشة في حالة صعبة جدا، وحتى في ناس ما بتنوم نتيجة الخوف من أمطار، نتيجة يعني التفكير الشديد على إنه هتيجي كثير، هتصوب كم ساعة، والكلام ممكن يكون صعب إنه الناس تتخيل. فواحد من الحاجات المهمة واللي تكون دائما يعني صورة الناس بدي تسمع بالتابعة الأيام دي، وبتكون حالة يعني صعبة لكثير من الناس. ربنا يدي نعمة، ربنا يحفظ كل زول. وحقيقة حديثنا يعني ما نزرع الخوف أكثر في نفوس الناس، لكن بنتكلم ونتحدث مع بعض على إنه ربنا يتدخل، ربنا يمد إيده والأمور تتغير. ونطلع فاصل نرجع، تابعونا بعد الفاصل. شديد وغالين علينا، جوك يتنغير فيه كل حياتنا لأحسن حال، وكمان تكون فيه علاقة كويسة مع ربنا، ونتعلم فيه كيف نحب أي زول مهما كان، بحبنا ولا ما بحبنا، بيشبهنا ولا ما بيشبهنا. وده بنتابعه مع بعض في إذاعتنا راديو سمر. ما تعشانك على
السماء. لعب في يد الزمان نايربك زي قريبك يد تسند في المحان عشان خاطب سيبك لعب في يد الزمان نايربك زي يد تسني في المحان داير يسكن جوا قلبك املى بالفرح الصدور يلا أدي كل عمرك بهرع يحلى العمر طول حنانه عيش أمانه واضمن يا زول السماء ضوك حنانه عيش أمانه واضمن يا زول السماء ضوك حنانه عيش أمانه واضمن يا زول السماء. تحية لكل المستمعين ومرحبا دائما وأهلا بكل المتابعين في الهمسة الصباحية، سعيدين كل السعادة وانتو معانا في الصباح الجميل وانتو بتطلوا علينا ودائما بمشاركتكم الجميلة. راسلونا وتواصلوا معانا من خلال الرقم ده 024-394-5901 على الواتساب والفايبر، بننتظر رأيك ومشاركتك. أعمل لايك وفولو على الفيسبوك وتويتر عشان يجيك كل جديد من راديو سمر، وممكن تسمعنا كمان على مدار اليوم. وسعيدين كمان المستمع الكريم أنك تسمعنا وتابعنا وتتصفح كمان اليوتيوب بنفس الاسم راديو سمر، وأيضا على الويب سايت www.radiosamar.com. ودائما مشاركتك مهمة وجميلة وعندها مكانة عندنا. أهلا بك في الهمسة الصباحية وإنت منطلق وإنت مسلط وإنت في مكان شغلك وإنت مع المشوار الخاص مشيته ولقائك وأيضا امتحانك أو المقابلة بتاعتك للتوظيف ولأي مشوار ممكن يكون إنت فيه لزيارة مريض أو حتى موضوع محكمة حتى لأنك تجري بعض الإجراءات في بعض الأمور المختلفة. نتمنى لك التوفيق ونتمنى ربنا يحقق كل أحلامك وأمنياتك. وفي الصباح الرائع والجميل وكل نشاط وحيوية وابتسامة رائعة منك كده وفرحة وسعادة ونشاط، نتمنى المستمع الكريم أنه نكون نحن دائما في الرحلة معك خلال اليوم، خلال الساعتين اللي احنا دائما بننطلق بها ونتحاور ونتناقش في موضوع مطروح جميل جدا. من شنو انت خايف؟ من شنو انت خايف؟ من شنو انت خايف؟ وحديثنا ومتابعتنا كفريق عامل للكوارث الطبيعية في هذه الأيام، ناس بتتابع الأخبار بتشوف الأحداث المختلفة بموضوع الحرائق والفيضانات والسيول في بعض الدول الكبرى وفي أفريقيا في آسيا وأيضا في أوروبا وبمختلف المستوى وبمختلف الأوضاع، الأمور مختلفة مخيفة مرعبة حقيقة، وكل دولة بتتحسر وبتعمل حذر شديد جدا إذا عندها غابات وإذا كان درجة حرارتها عالية
والموضوع يعني المطروح والموضوع المناقش والناس بتناقش على الوضع بتاع المناخ في هذه الأيام، السخانة النسبة بتاعتها العالية شديدة اللي كل مرة يعني الناس معتاد إنها تسمع أستراليا مثلا وفي كاليفورنيا مثلا في بعض الدول المعتاد يعني، وأستراليا مشهورة يعني بالحرائق واللي بيحصل كل مرة. ويعني في الحديث امبارح تقريبا في موضوع الجزائر إنه حسب ما قيل على إنه يعني في ناس وراء اندلاع الحرائق، والناس بتسمع في اليونان والناس بتسمع أيضا في تركيا في سيبيريا، يعني في أحداث بتاعت حرائق يعني صعبة جدا وفيها بشر يعني في ناس حتى رجال الدفاع المدني نصل إطفاء في من يعني ماتوا فيها، وأغلبيتهم اللي كانوا في الجزائر هم رجال الشرطة أو ناس الدفاع المدني، ويعني العدد ما سهل يعني تخيل إنسان يتحرق في حرائق زي دي يتفحم، صورة صعبة جدا مخيفة مرعبة لكثيرين من الناس، ويعني لو ما تسيطرت عليها فخسارة كبيرة للطبيعة، خسارة كبيرة للجزائر والمنطقة من حول الغابات دي لأنها مهمة جدا يعني بتحمي البلد، وممكن يعني كثير وانت في متوسطة في الابتدائي بتعرف قدر شنو الزراعة علموك، وفي المدارس السودانية يجب أنك تشجر البلد إنها لابد تكون فيها شجر عشان تحمي وعشان تساعد وعشان كمان بلد يكون فيها غابات، دي شيء رائع جدا والزراعة فيها مهم حقيقة يا صديقنا المستمع، لكن المشاهدة وإنك تسمع بيزرع جوا بعض الناس الخوف من الموضوع ما سهل، يعني كم 40 ولا كم 20 نفر بيتحركوا بسبب حرائق ما قدروا ينقذوا نفسهم ما قدروا يطلعوهم ما قدروا، فهم بيساعدوا على إطفاء الحرائق لو الناس اللي تابعت وشافت. بالإضافة لمرة تانية الموضوع اللي دائما إحنا وراه فيه موضوع الفيضانات والسيول في السودان، يعني الموضوع لا ينتهي، الحديث لا ينتهي رغم أن الناس مشغولة بحاجات تانية، رغم أن الناس لكن في مناطق حقيقة أحوال أو الناس الإرصاد الجوي حذروا البلد تحذير شديد في بعض مناطق اللي بتقطن على النيل، والنيلين موضوع ما سهل والموضوع خطير جدا على يعني فكرة، لأنه كل مرة تعويض كل مرة بنيان كل مرة خسائر فالناس خايفة نعمل شنو نمشي وين وبيوتنا والممتلكات وكل الأمور المختلفة، ففي خوف في رعب، والخوف شعور طبيعي طبعا، ورد فعل عاطفي يصيب الإنسان لما يتعرض لشيء أو موقف يشعر بالخطر، ويكون الخوف شيء صحي فيخليه آمن كمان، عشان كده يحذر الشخص من شيء أو الإنسان بيخلي باله من حاجة معينة بيشكل له خطر دائما حقيقة عليه، ويكون الخوف غير ضروري مرات ويصبح الإنسان بسبب أكثر حذر من يعني الحاجة المفترض يخاف عليها، ويتجنب من الحاجة اللي بتخفيه يتعزز شعور الخوف أكثر عنده. من أكثر ما خوف الناس غير ضرورية إن الناس يتكلم عن الآخرين، يعني في نقاط مختلفة. صديقنا إبراهيم آدم مرحب بك صباح الخير وأسعد الله صباحك، وأنت بتطل علينا كده في الهمسة الصباحية. أهلا بالأستاذ محمد الإمام منقاش، تحية طيبة لك وأسعد الله ويصبح صباحك. وإيمان موسى تحية طيبة لك، وسعيدين أنت بتصبح علينا وعلى كل الناس الغالية، إيمان بتصبح على الجميع وبتقول لكم صباح الخير، وبدورك محمد الإمام وأيضا إبراهيم وصديقتنا أديو صباح الخير يا أديو، سعيدين جدا إنك أنت بتطل علينا صباحك ورد. الأستاذ نعم الدين محمد وعثمان أهلا بك وتحية طيبة لك ومرحب بك دائما في راديو سما. المستمعين وأنتم بتشاركونا بتتابعونا بتسمعونا موضوع الهمسة بتاعتنا وسؤالنا الجميل، من شنو انت خايف؟ شنو اللي انت خايف منه؟ المخوفك شنو في الايام دي؟ ودي اجابه شخصيه، والموضوع في غايه الاهميه على انه الناس تفكر مع نفسها وتسال نفسها.
وحقيقة ما في زول ما بيخاف، أو في ناس يعني الخوف عندها إلا في بعض الحاجات ممكن تكون، في ناس طبعا بنوع آخر في حاجات صغيرة جدا، وفي ناس تاني كمان ببعض المخلوقات بتخاف، وفي اللي بيخاف من الناس عادي، وفي الكلام ممكن يكون. فشنو أكتر حاجة بخوفك؟ شنو المرعبك اللي بيرعبك؟ شنو اللي بتخاف منه؟ شنو كوارث طبيعية وزي الحديث عنها، أما كمان مخلوقات، أم كمان ساكت لله كده؟ يعني في ناس يعني كده بتخاف بس من حاجة معينة وحاجة متعلقة بشيء معين، وحتى يعني في الأمور المختلفة. توتو إبراهيم، أهلا بك قسيس إدريس، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير، ومرحب بك دائما في راديو سمر. وحديثنا يا قسيس بيتطرق عن موضوع الخوف، والسؤال مطروح: الناس بتخاف من شنو؟ أنت خايف من شنو؟ الخوف المتعلق بحالة معينة هو خوف مؤقت أو عابر، ويحدث استجابة لموقف معين أو عند النقطة المعينة اللي بتلقى نفسك فيها. ويمشي الخوف أو النوع بتاع الخوف ده بعد انتهاء الموقف أو لما ينتهي الحاجة اللي بتهددك، وبعد كده الخوف غريزة مفيدة لحماية الإنسان. حقيقة الخوف غريزة مهمة مفيدة لحماية الإنسان. وفي ناس كده بالفطرة بس بتخاف، في ناس كده قامت، وفي ناس زرعوا فيهم الخوف هم يعني هم من صغار، يتصوروا لهم الحاجة ويحكوا لهم يعني بعض القصص بعض الروايات، ويكلموهم عن أجناس عن قبائل عن أشكال أحجام بتاع الناس. وحتى ربنا وإنت من صغير وحاولوا أن يوصلوك أو يفهموك أنك ما تعمل غلط، لكن الطريقة الفهموك بها عن ربنا أنه بيعاقبك بيدخلك النار، وربنا بيقتلك، وربنا ممكن يحاسبك. فخطينا لهم ربنا كعب، أديناهم ربنا ده ما كويس، ربنا بتاع عقاب، ربنا بتاع جلد، ربنا بتاع كتير، ربنا بتاع نار. فتصورنا أو يعني أدونا سلمونا كلمونا عن ربنا الما كويس، مش ربنا المحب الغفور الرحيم وكده. لكن في ناس كثيرين عشان الطفل وعشان الجندة عشان الولد ده عمل غلط يقول ربنا حيحاسبك، ربنا حيدخلك النار، ولو عملت كده ربنا ممكن يقتلك. وسمع قصص وهو من صغير بيتشكل في عمر سن المراهقة، سمع عن أجداده وسمع عن حبوباته بيتكلموا عن العقاب اللي تم نتيجة أخطاء، نتيجة بعض الارتكابات الغلط ارتكبوها ناس ويتعاقبوا. وحتى في القبائل وفي بعض العادات والثقافات المختلفة زرعوا الخوف في بعض الناس بطريقة صعبة جدا، وادوهم خوف كده خيالي لبعض الحاجات الثقافية والتراثية والتقليدية اللي عندهم في المنطقة، اللي عندهم في القبائل، اللي عندهم في العشيرة بتاعتهم، ودوم الخوف بطريقة مبالغة فيها، طريقة صعبة جدا جدا. خلوه من صغير يعني بيشوف برعب بطريقة غير عادية في بعض المخلوقات، في بعض الناس بتاعت ناس، وفي بعض الحاجات المهمة الممكن يعني كانت في 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 فضل إنه يفهمونا بطريقة بسيطة، وما كان يعني هو كان مدعو على إنه يسمع، بس كان بيسمع بالدس أو كان قاعد لقط النقطة أو لقط الموضوع وسمع الحتة دي. فده اللي بيحصل مرات كثيرة، وبننسى على إنه إحنا زرعنا في الناس، بننسى على إنه إحنا كلمنا الناس عن الموضوع، على إنه الجنس القبيلة دي الناس دي بيأكل الناس، الناس دي أصلا بيكتلوا الناس، الناس دي ما بيحبوا الأطفال، الناس دي. ففي حتى الطريقة اللي بيحكوا بها، الطريقة اللي بنوصل بها الموضوع مرات كثيرة بتكون غلط، دارين نفهمه ودارين نخليه ينتبه، دارين نخليه يخلي باله من الحاجة دي، بنوصل له بطريقة غلط جدا، بنوصل له بمفهوم خاطئ جدا جدا، ويتبقى له نقطة سوداء في حياته، نقطة بتاعت رعب وهو كبير وبتشكل. وحتى في ناس بصدمات مختلفة
حتى يعني إذا كان في البنات أو في الأولاد وحتى للناس ممكن في عوامل الطبيعية وفي بعض الحاجات اللي خلق ربنا. في ناس كثيرين يعني الخوف نتيجة أحداث مواقف كثيرة جدا جدا وبتكون صعبة جدا جدا. صديقنا المستمع أستاذ ياسر عبد الله أهلا بك ومرحب بك دائما في راديو سمر وتحية طيبة لك وبيقول صباح الخير وبألف ورد على الجميع بالخير واليمن والبركات. تحية طيبة لك يا صديقنا أستاذ ياسر وكل المستمعين وبكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان. بنحييكم وبنشكركم جزيل الشكر ومتابعتكم. وبيقول كل المشاهدين فضلوا معي قهوة قهوة الصباح. ياسر نشكرك جدا للعزومة الطيبة وصراحة يعني الكرم شديد من عندك, لكن انت على استعداد على انه كل المستمعين ديل يعني انت تعزمهم على كوباية القهوة. وما اظن يعني المكان انت فيه المكان حيشيلنا هو يعني حيكون كافي لانه الناس يعني يكونوا معاك في الترابيزة او السفرة بتاعت القهوة. لكن نشكرك عموما على الدعوة الجميلة انه الناس نتمنى لك كيف طيب لأن لك مزاج طيب كده وإنت بتستمتع بشراب القهوة بمزاجك وإنت بتسمعنا. ياسر الحديث وكل المستمعين عن الموضوع وسؤال مطروح, من شنو إنت خايف؟ من شنو الناس خايفة؟ من شنو إحنا بنخاف؟ والخوف طبيعي, خوف شعور طبيعي, يعني الموضوع ما فيه خطورة, لكن الخطورة على إنك إنت تخاف من حاجة وجابوها لك غلط أو حكوها لك غلط أو فسروها لك أو يعني حكوا لك عنها بطريقة خاطئة. والحقيقة اللي عايزين نقولها نعدلها نصليحها صح. وصل المعلومة بطريقة بسيطة وطريقة ممكن يعني فهم الإنسان ده الخوف ده شنو أصلا. ده شعور موجود في الإنسان بس لما تجي أنت دار تخليه ويحترس, دار تخليه يخلي باله, دار تخليه إنه ينتبه ما تديها له غلط, ما تديها لهم بالطريقة الخيالية اللي ما يقدر يستوعبها العقل, ما يقدر يستوعبها فكره, وتكون يعني بالنسبة لهم طول الوقت مرعوب, يعني مرعوب منها خايف منها. دار تفهمه على حيوان معين, يعني تصور للحيوان ده خلاص حاجة تانية وحشرات يعني حاجات قليلة جدا وممكن تأذيه وما تأذيه. المهم يعني في ناس كده طبيعي تخاف من أصغر الحاجات وما يقدر يترعب من فار, يترعب من جيجر, يترعب من طب, يترعب من فار, يترعب من كديس. المهم فعموما بنخاف من الحيوانات, بنخاف من الحشرات, بنخاف من الزحافات. في ناس كثيرة كده لو حتى كمان صديقنا المستمع لو طفل صغير أو جنة صغير أنت داير تخليه ما ترعبه وما تحكي للخيال الكبير اللي أنت بعقلك تواسيه وتديه الحاجة ومن صغير ينمو عليها. انتبه وإنت بتعلم أولادك, انتبه وإنت بتحاول إنه تهذب أولادك وتخليهم ما يكرروا الغلط إنك تروي له رواية خيالية عن ناس, عن القصص المعتاد على إنه الناس تحكيها. يعني عايز تكلم زول على غلط فعل, يعني جنى عمل أو ولد عمل أو جناك عمل غلط ودارت يعني تخليه يحترس, تخليه يخلي باله أو ما يغلط تاني. حاول بقدر الإمكان يعني بالطريقة الصحيحة بالموضوع الصحيح. ومرات كثيرة الأطفال أو الأولاد يعني هم بيتشكلوا كده بيسألوك من بعض الحاجات, أتمنى إنه المعلومة اللي بتوصلها له بتوصلها له صح عشان يقدر يفهم ويقدر يعرف. وحتى هو بيسأل عن ربنا, بيسأل وبيسمع قصص عن العقاب, بيسأل قصص عن المعاقبة مساءلة. في مرات كثير ناس خياليين في ان هم يرووا المواضيع وان القصص تكون يعني كبيرة كده. بيقول ياسر انا اهم شيء في الدنيا زول يكون عنده ثقة بنفسه, عنده ثقة بنفسه مهم يا ياسر. لكن يا احنا متكلم عن بعض الحاجات اللي بتخيف الانسان. الثقة مهمة لكن مع الثقة هل في ما في خوف في بعض الحاجات؟ خوف الطبيعي الحاجة اللي بتكون,
فانت بتكون خايف، بتثق في نفسك، عندك القدره، عندك المقدره التواجد، المقدره انك تمشي وتقعد وممكن. لكن في ناس يعني طبيعي كده جواهم بيخافوا. وفي بعض الحاجات يا ياسر أظن أنت من صغير أو يعني في مراحل مختلفة عند أصدقائك أصحابك لقيت ناس بتخاف، بل بيخاف من الموية، بيخاف من الكلب. وفي ناس طبيعي كده القصة مع البوليس دي عنده مشكلة، مع الكاكي مع أمور. في ناس مع الموية دي خالص ما عندهم علاقة الموية دي، ويعني ورغم أنه ما حصل معه حاجة، ما حصل معه أي كلاش أو أي شيء، غير أنه سمع قصص ناس غرقت، ناس ماتت، البحر، المحيط، شنو مرعوب ما بيصل الموية حتى في حوض السباحة، حتى الحاجة الحوض الطبيعي ممكن يتعلم عشان يكسر الخوف، حاجة الخوف ده ما بيقدر يخش حتى موضوع إنه يعوم، خلي إنه يمشي بحر، خلي إنه لما يقطع محيط، خلي على إنه لا. في ناس الموضوع ده قصة لهم. في بيقول لك بيخاف من الكلاب، وأحيانا ممكن يعني يحكي له قصة بتاعت كلب عض زول، والكلاب أنواع، الكلاب ذاته يعني مقاييس وأنواع مختلفة. ففي ناس كده، في ناس موضوع كده. فاضطراب القلق الاجتماعي بيرتبط هذا الخوف كمان بالآخرين، فهو شعور إنسان بالخوف والقلق من بعض أو جميع أشكال التفاعلات الاجتماعية. وفي ناس كده وعندهم التفاعلات الاجتماعية بتخاف أو بيخاف منها. وحتى صديقنا المستمع الخلع، في ناس عندهم الاضطراب بتاعت الخلع، وده حال من الخوف هو القلق المفاجئ والشديد، وبتستمر لعدة دقائق، ومن أعراضه النوبات بتاعت الخلع المفجعة أو المفاجئة. وما بيرتبط قال النوع ده من الخوف بمسببات واضحة، بس بيتخلع، الناس بتتخلع من غير سبب، تلقاه قاعد كده، تلقاه تلقى جسمه هزة كده فجأة. ففي ناس كده، وحتى مرات كده حتى الوزور جماشة عنده بس تلقاه نط فجأة من غير ما إنه يكون في مدلول، من غير ما إنه يكون في يعني تهديد أو يعني قصد، يعني مرات كده. فبصدفك نوع زي، هل أنت من الناس اللي بتتخلع يعني تتخلع فجأة كده؟ يكون يعني زول ماشي بعندك أو يعني فجأة سمعت صوت أو طقة أو حاجة دقة كده أو شيء، فبتلقاه فجأة كده مسك جسمه، وتلقاه يعني الاضطراب واضح، وتلقى الاضطراب في يدينه، في شكله، في تعبيره، بتلقاه خايف. في ناس كده من غير ما إنه بتوري العدو نتيجة الخوف، بيبرز نتيجة الخوف على طول، بيدي الدفتر على إنه بيأكد زولك إنه أنا خايف من شكل نظراته، عيونه، مرات يكتشف إنه هو خايف مرعوب، يقولك شايف الزول ده خايف من حاجة معينة. قطع الشارع ده فيه حاجة، مرات كتير في ناس بتخاف إنها تقطع الشارع، عربات والصوت العالي وشنو الإزعاج والكلام، حتى ناس ماشية في الشارع، ناس ماشية كده وطالعة ومارقة. في ناس كسروا الحاجز بتاع الخوف من المجتمعات والزحمة والحاجات في موضوع الثورة. في ناس الحاجز ده خلاص انتهى منه، موضوع الخوف ده شالوه، شاف ناس ماتوا قدامه، أصحابه، الناس الغرب والفضل اللي اعتصاموا الحاجات، في ناس الخوف كسروا هنا. في ناس شافت ناس بتغرق قدامه، موضوع بيقليه قصة كبيرة. في ناس شافت ناس بتتحرق قدامه في مواقف صعبة جدا، ليه هسي يعني إنها تتعالج على إنها تتشال من الإنسان، مشكلة كبيرة جدا. وكل ما تتكرر أو كل ما تعاد الذاكرة في موقف أو شيء معين تكون مشكلة كبيرة جدا جدا. وفي ناس كسروا الحاجز ده بمواجهة المواقف، إذا كان البحر، إذا كان محيط، إذا كان مجبرين. ما أنا قلت قبل ثلاثة أنواع، يا إما المصلحة، إما الشرف، يا إما الخوف، ما في حل، ما عنده أي يعني كده. البحر قدامك، العدو أمام ورك، حتى عمل شنو، يا ورا يا إما قدام، ما في حل. فالموضوع خطر. وزي ما قلت إنه في ناس بس كده، يعني ما عارف إذا كان الجنس اللطيف، البنات أكتر فئة في النقطة بتاعت الخلعة، إن هي بتتخلع، بتتفاجأ كده، بتلقاها فجأة كده وهي ماشة وساكت، لو زول نادى بس اسم أو يعني جاو. يعني بنعرف الأولاد مرات، بنعرف الشباب، وبيشوفوا بنات كتار ويجي يصرخ كده وينده ويخلعه، تلقاها اترعبت، تلقاها يعني ارتجفت كده سريع. الخوف مشكلة كبيرة جدا، الخوف موضوع خطير جدا جدا لكثيرين مننا. وفي
في واقع حياتهم اليومية، وما بيطلع ما بيمرك إلا مع عوزل، ما بيتحرك ما بينزل ما بيمشي، وحتى السوق حتى تمشي تشتري حاجة لا إلا معاها أخوها خطيبة ما تعرف. في ناس صعب جدا إنه تطلع تمارس حياتها الطبيعية وتمشي دوها. فما بالك مع الكوارث الطبيعية، فما بالك مع الأحداث مع الأزمات المختلفة، لأنه هي يعني تكون مواجهة للحياة وكيف أنك تواجه. فمن شنو أنت بتخاف بالضبط؟ أنت خايف مش المخوفك شنو في الزمن اللي إحنا فيه، وأكتر حاجة في الأزمات اللي إحنا فيها دي والأخبار والأمور المختلفة اللي يخليك أنت قلقان شنو، يخليك أنك تقلق شنو، اللي بيخليك مرعوب، اللي بيخليك مفكر دائما نايم ساهر قاعد ماشي متحرك في الشغل ما في شغل. في ناس الدوام بتاعهم تفكير قلق مستمر، وكل مرة بيتكرر بيتزاد فيه الحاجة. وهل في إمكانية على إنه تواجه حقيقة الأمر وتطرح الموضوع ده بينك وبين نفسك أو بينك وبين زول تاني ولا لا؟ معاكم بعد الفاصل، ما تمشوا بعيد انتظرونا. أهلا استيفانوس كريستوفر، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير، ومرحب بك في حديثنا عن السؤال المطروح من شنو أنت خايف. هنطلع فاصل ونرجع. راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون. خطايا
صديقنا المستمع مرحب دائما، أهلا بك. بعد الفاصل وما زلنا بنواصل معك في الهمسة بتاعتنا. أهلا بأستاذ صمويل، مرحب بك يا أستاذ، تحية طيبة لك وأهلا بك في الهمسة الصباحية وفي الموضوع الجميل المطروح اللي احنا بنتكلم فيه مع التركيز الشديد والانتباه ومع النشاط والحيوية الصباحية والإنسان مع الصحصحة بتاعت الصباح الجميل، فيه الاستجماع بيجمع ويكون مستحضر جيد جدا جدا ومتابع، وما زي وقت الليل لما تكون انت خلاص بتفتش في الثانية اللي بتخليك تنوم النوم العميق وما بتكون بين صاحي بين مستحضر بين ما مجمع. وحديثنا في سؤال الحلقة من شنو انت خايف، والخوف الطبيعي والخوف الممكن، فشنو أكثر حاجة بيخيفك، شنو أكثر حاجة مخوفك بالذات في الأيام دي، بالذات في الفترات فيها الكثير من المواضيع المختلفة المزعجة المقلقة للناس، ولأنه الإنسان ما قادر يحدد بالضبط السبب بتاع الخوف، مرعوب يعني قلق شديد وطريقة ما عادية، مستقبل أولاد، مدارس، شغل، البيت، السفر، شنو اللي حيحصل بكرة بعد بكرة. في ناس بتفكر، في ناس مخلية أو مخلينا على الله كده، في ناس كده على ربنا والأمور تمشي وتجي وكل شيء يعني زي ما جات تجي، وزي ما يقول لك في مرات كثيرة أنت وأنا وكلنا بنخاف، وما من الليلة ولا من امبارح ولا حتى شيء جديد، لكن خوف طبيعي، في خوف. والأمور المختلفة اللي بنسمع، الحرب والحروبات الكثيرة، المشاكل المختلفة الاقتصادية، الأزمات الموجودة اليوم، بتخلي الإنسان في طول الوقت في طول الزمن يعني في حالة بتاعت تفكير وانشغال على إنه الأمور حتمشي لغاية كده متين، هل حتزداد، هل حتمشي لأسوأ من كده، هل حتمشي بالطريقة دي، ولا هل حيكون شنو بالضبط كده. فالأمور مختلفة حقيقة من زول إلى زول، من منطقة إلى منطقة، من دولة إلى دولة، وحتى التفكير يعني من زول بيختلف، من إنسان بيختلف. في ممكن اللي بيقول لك أنا ما بخاف، يعني في حياة كثيرة صراحة أنا ما خايف منها، خطيئة في يد ربنا وربنا هو الأمل بتاعي وكل الأمور حتغير. يعني في زول بيقول لك أنا بخاف من الناس، يعني حتى الناس بتقول لي يا أخي أنت موضوع عدم خوفك ده مشكلة كبيرة، فما بخاف. في ناس كده ما بيخافوا ولا أي حاجة، يعني في ناس جريئين جدا في بعض المسائل في بعض المواقف أبدا وما عندهم أي مشكلة مع الخوف، لكن في بعض عندهم ثغرات صغيرة أو بعض النقاط اللي بيخاف منها. في ما بخاف من الحشرات، في بيخاف من الحيوانات، في ما بخاف منهم، في الموية دي بالنسبة لي يعني زي أي شيء ممكن فما بخاف منها. والتحدي ده بيواجهوا الناس اللي عندهم الهدف بتاعه، يعني مرات كثيرة الناس مشت وفعلا هي خايفة، حتى الناس اللي بتهاجر هجرة غير شرعية، في ناس كثيرين أصحابهم وراء الدافع بتاعه إنه يمشي وكسر مصير موضوع الخوف بتاعه، محيط كامل ليجازف يقول لك يا أخي ما في حل ربنا، بس يعني الموضوع اللي بيجيب ربنا كويس، القسم ولا ربنا مركت مركت مت مت في اللي بيقول لك كده، فما عنده حل. وفي إنسان بتخطى أمام موقف أمام وضع صعب قدامك يا ورك ما في حل، وسط وسط الأعداء وسط أي حاجة، فبلقى المصير المفترض هو يحدده حيعمل شو، فيتكسر الخوف من عنده رغم أنه يكون خايف رغم أنه كل حاجة. ففي ناس اتحدوا كل النقاط دي وخلاص يعني قالوا ما عندنا حل. فإنت المخوفك شو؟ قد ما تكون كثير بتطرح السؤال ده بنفسك ما قادر يعني تواجه الحقيقة دي أتواجه بها نفسك. ففي الحاجات الكثيرة بتخاف منها، الحاجات اللي بتخليني أنا مرعوب وبتخليني أنا قلقان طول الوقت،
بس ما قادر اوريها، ما قادر اتكلم فيها مع زول، ما قادر اصارح بها مع زول، حتتعب، حتتعبي جدا وانت في الطريق وفي المساءله دي او في الموضوع ده. جوزفين جيمس اندو صباح الخير، وبيقول انا بهني ياسر عبد الله مجلد، تحيه طيبه لك يا جوزفين. بيتهني الاستاذ ياسر عبد الله، تحيه لك يا جوزفين جيمس، وهي بتهني الاستاذ ياسر عبد الله وعلى النقطه المهمه. وبيقول كمان صباح التفاؤل والامل على ربوع بلدنا السودان شمال وجنوب وشرق وغرب، بكره افضل، بكره افضل يا بلدي، على انه الامور تستقر، على الامور انها تتغير، على الامور انها تبقى احسن وتكون افضل. شكرا يا جوزفين وتحيه طيبه لك. لكن لو طرحنا هو السؤال المطروح والإجابة على الحاجات اللي دائما وراء خوف الإنسان، فأشكر الله على إنه الناس اللي معانا في الصفحة بتاعتنا ما في زول بيخاف أو ما في زول صارح أو ما في زول يعني أقرر كده إنه بصراحة في النقطة دي من غير خجل، من غير على إنه الموضوع، لكن دائما بتكون في حاجات صغيرة، دائما بتكون في حاجات مشكلة كبيرة جدا جدا مع بعض الناس، مع بعض الناس يعني ما مع كل الناس، زي المستقبل المجهول، اليوم ممكن يكون مصير، الناس اللي بتخاف طبيعي من المرض، الناس اللي عندها مشكلة مع الأمراض، عندها مشكلة مع الصداع، كأنه خلاص الموضوع انت على كده. ودليل يعني النتيجة شنو حقيقة، نكون صادقين، مرات الروايات، مرات الحكاية اللي بتحكيها أو بيصادفك في المواقف المختلفة، زول عيان قريبك، زول أصيب بمرض معين، زول حدث معه حادث معين، زول جرى معه مشكلة مختلفة أو حاجة معينة، فبتزرع خوف في الناس، ناس بتحكي، ناس بتتونس وبتحكي حاجات مخيفة، موت وحرائق وحاجات كده بتزرع فيك الخوف. ففي ناس يتلقوا الخوف نتيجة قصص روايات بتاعت أصحاب أصدقاء، ورسم الحاجة دي في مخيلته، رسم الحاجة دي في فكره كده، إنه واجهه في الطريق كلب عض زول ما عنده علاقة، يعني الكلب اللي انت هتلاقيه في شارع وما هو نفس الكلب، ما هو نفس الحيوان، ما هو نفس الحاجة، وما هو ذات الحيوان المفترس اللي انت بتخيل، ياخدك في موقف انت في موقف. المواقف نعم بتتشابه بس ما بتكون بنفس، في ناس يعني ممكن يقول لك عين، لكن تصدق كصديق المستمع قد تكون تلقيت الخوف نتيجة القصص، الحكايات اللي بيحكوها الناس، ناس بتحكي عن أحداث حصلت في دولة من الدول، ناس بتحكي عن مواقف حصلت مع ناس خارج السودان أو خارج الولاية اللي انت فيها، خارج المنطقة اللي انت فيها. فشنو بيخليك انك انت تخاف؟ انت بتحترز، نعم انت بتنتبه، لكن الموضوع المهم على انك كيف الموضوع ده يدخل في عقلك وانت تبرمج به نفسك، دي مشكلة. ودي واحد من الاسباب انه ذكروها، قال انه ينشأ الخوف نتيجة للتعرض لحادث ما، كالخوف مثلا من ركوب الدراجات، في طول ما عنده علاقة بالعجلة، عجلة زول حصلت معه حادث، الحادث ده كان مؤلم مثلا، فالزول الجرى والقصة حكاها بطريقة زاد فيها حرفين ثلاثة حروف نقطة نقطتين، خلى الموضوع كبير جدا، موضوع انه في زول بيسوق عجلة، نعم الموضوع انه العجلة بتتساق، انت بتسوق عجلة، فبتختلف من الزول اللي بيسوق العجلة، انت بتسوق عربية، الزول ده بيختلف من انه بيسوق عربية، الزول ده ساق العربية بطريقة غلط، انت ما حتسوق بنفس الطريقة، الحادث اللي حصل مع الزول ده ما حيحدث معك، الزول ده ممكن يكون غلطان في النتيجة اللي هو ساق بها العربية، نتيجة ساق بها العربية ممكن تكون طريقة غلط جدا، فالموضوع بيختلف منك وله. فدائما لما انت تجي تحكي، لما تجي تروي موضوع، لما تجي تسرد قصة، يعني اديها مجال على انه هي مؤلفة، هي حقيقية، وهي حدثت قد لا تحدث معك، لكن انك كيف الموضوع ده ما يتبرمج ويزرع ويكون من لا شيء طلع الخوف، او مثلا الخوف من السكين نتيجة التعرض للأذى منها، يعني انت لو حريص والسكينة ما حتكون نفس المستوى، ما حتكون بنفس، أو المشكلة اللي حتكون ما نفس الناس دي، أو ما نفس مرات المواقف، حتى خلافات مع الناس،
خلافاتك مع الناس ما هي ممكن تحدد القصة اللي كانت أو تشابه القصة اللي كانت من هناك. ممكن الخوف من الأشياء من الطبيعة، الخوف منها، المسدس. يعني في ناس المسدسات دي رغم انه المسدس ممكن ما يكون فيه طلقه، رغم انه المسدس ده بيكون مؤمن، رغم انه ممكن المسدس ده يكون يعني، لكن انت بتخاف من المسدس. شنو القصه ولا الخوف؟ شاهدت فيلم يعني، شاهدت موقف يعني استخدم زول سلاح بالغلط، لكن لو انت عرفت استخدامه، طريقه كيف انه السلاح ده بيضرب بيقتل للاسباب الممكن تكون منطقيه واقعيه، فبخليك يعني ممكن تخاف من عسكري ماشي شال سلاح، تخاف منه من غير اي سبب، هو عسكري ما حيسألك ما حيتدخل معك في شؤون، بس انت بتخاف منه لله بتاع خدمة نظامية ولا بتاع ما عارف بتاع رجل أمن وكلام زي كده يعني. ففي ناس هي نفسها بتجيب الخوف لنفسها، في زول من نفسه كده بيجيب الخوف لنفسه، يعني في حاجات أصلا ما عندها علاقة بالموضوع، لكن في حاجات طبيعية يعني. ممكن اللي بيخاف من زواحف مثلا، اللي بيخاف من الدبايب بيخاف من دبيب، في ناس كده، والبيخاف من السحلية بيخاف من التمساح، بيخاف من الظلام، بيخاف من الخوف نفسه من المرتفعات، من حاجات العالم، الخوف من الموت. الناس فقدوا أحباء، زول فقد إنسان غالي، زول فقد زول غالي عليه. لكن الناس اللي بتخاف من التماسيح، اللي بيخاف من الضب، بيخاف من فار، بيخاف من يعني في حيوانات أيوة بتخاف منها، بتكون يعني هي صعبة إنك تواجهها، أو يعني تكون ولوفة إنك تقعد مع أو لا مفترسة. فما في أي كلام في دي، ما في أي كلام من المبتدي. ويمكن إنه كمان يخاف الإنسان من أفلام الرعب، في زول ما بيحضر أفلام بتاعت الرعب والكتل والحاجات دي الساعة 12 بالليل، كبير قدوش، زول كبير في العمر، نعم ما بيحضر، بيهضرب. لو حضر فيلم بتاع رعب خلاص الموضوع منتهي، لا نهار لا ليل، كله ما تجيب للفيلم ده. وفي ناس بتخاف من القصة بتاعت الوحوش والمخازن، وفي زول يعني من صغار ناس بنعرف المدارس بيقول لك على ما تجي المدارس بيت فاضي بيت مسكون، يقول لك البيت ده مسكون خيال، بس يقول لك البيت ده مسكون. المستشفى الناس بتخاف، المدارس بالليل في ناس في غفرة قاعدين، في ناس ساكنين فيها، في ناس ساكنين في المغابر، في زول المغابر أأمن له، المقبرة يقول لك يا أخي المغابر دي في ناس بينوموا فيها، جم زول ميت يقول لا 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 لا، زول ينوم في المغابر، ناس ميتين، في مشكلة، هو زول ميت يعني لا روح فيه ولا أي شيء. علاقته والقصص الرواية اللي حكوها له عن المقابر، زول قام وما عارف مقبرة وما عارف شنو الموضوع ده، لا 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 ما تحكي له، في زول بس يقول لك من أي شيء، لا 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 ما تحكي، وهم كده، وهم غريب جدا. من شنو انت خايف؟ ياتو حاجة انت خايف منها وانت لها سي ما قادر تتعلق منها. نطلع فاصل ونرجع. ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosamarsudan. الله بعرف كويس انك بتحب العالم وبتشمله بعطفك ورعايتك، وعشان حبك الكبير ليه ما بتتمنى الحزن يملى بيوتنا، قدر شنو في بيوت حزينة ومليانة بالألم والدموع، وقدر شنو في كثيرين بيتين على الجمر، لأننا بنبني لنفوسنا بيوت ضعيفة على الأساس. عشان كده بخط نفسي بين إيديك، لأنك انت اللي بتكشف كل المستور جوا القلوب، وانت بس اللي بتعرف اللي في الضمير، وانت بتعرف كويس حجم الأنانية جواي، وقدر شنو انا ضعيف. يا رب خلي نورك يضوي في قلبي وفي فكري، اسندني يا رب، اسندني في دربي اللي بلقى فيه حقيقة لكل حاجة. يا الله خليني زول ملان بروحك، وديني بيت مبني على اساس قوي ومتين، ما في ريح تقدر تهزه، بيت من عندك. أمين.
صديقي المستمع، أهلا بك ومرحب بالحماس والنشاط، أهلا بالحيوية، أهلا دائما بالإنسان المبتسم واللي يصنع الفريق واللي بيعمل فريق دائما في المكان اللي هو فيه. بنحييك وإنت في شغلك، بنحييك وإنت بتأدي وظيفتك بكل جدية وكل مسؤولية وبكل روح طيبة ومهنة إنسانية راقية، وسعيدين إنه أنت دائما إنسان متفائل. في الهمسة بتاعتنا موضوعنا مطروح، موضوعنا بنعيشه كلنا، وبنطرح سؤال مطروح علينا كل يوم، ومرات كثيرة أغلى الناس بيشعروا به وبيحسوا به في حياتنا، ومرات كثيرة حبيبتك، خطيبتك، أخوك، أختك ممكن يسألك أنت خايف من شنو، شنو مخوفك، شنو اللي أنت خايف منه. أبوك قد يكون سألك، وقد يكون مقابلتك لطبيب نفسي أو مقابلتك لأخ وانت بتروي له قصة، تقول له يا أخي أنا خايف صراحة، مخوفني واحد واثنين ثلاثة، أنا خايفة. ممكن تحكي لزوجك أو تحكي لزوجتك أنا خايف من الحياة الفلانية، خايف من بكرة، خايف على أولادي، خايف على موضوع السفر، خايف على خايف وخايف خايف خايف من شنو أنت، من شنو أنت خايف حقيقة وبكل مستقية؟ هل الموضوع يستحق يعني فوق الإمكانية على إنه أنت ما تقدر تحل المشكلة؟ وصديقتنا أديو، أهلا بك يا أديو، وتحية طيبة لك. رأيك شنو في الموضوع؟ وهل حقيقي سؤال ده وبيطرح علينا كل يوم؟ إيمان موسى، رأيك شنو في الموضوع؟ رأيك شنو في السؤال المطروح؟ محمد الإمام بنفس السؤال، إبراهيم، آدم، وأتوتو، وأيضا صمويل، وياسر، وكل الأصدقاء اللي يتابعونا، جوزفين، وكل على الدين، كل الناس اللي بتسمعنا، ونادر التوم. نادر صباح الخير، أهلا بك يا رجل، وسعيدين أنت معنا بتتابعنا. ونادر بيقول صباح الجمال لكل أطياف الشعب السوداني وأمطار خير وبركة عليكم يا رب. تحية لك يا نادر، أنت بتشاركنا الهمسة وبتتابعنا في موضوع الليلة. وحديثنا يا نادر عن شنو الناس بتخاف، الناس خايفة من شنو، شنو المخوف الناس؟ وانت بتتكلم على الأمطار، بتتكلم على بتهني الناس بأمطار الخير، لكن هل في خوف ولا لا؟ حتى لو مطر خير، المزارع بيكون خايف ولا لا انه المحصول حينجح ولا لا؟ ولو ما في مطر، المزارع بيكون خايف، والبلد بصورة عامة ناس الزراعة المزارعين وبيكونوا مرعوبين، يعني حتى للرعي وحتى للمحاصيل مختلفة بيكون في خوف، في فيضانات، في سيول، في أمطار في البلد وإحنا خايفين. في ناس بيوتها كويسة، في ناس بيوتها ما كويسة، في ناس خايفة من الطبيعي على إنه ياخي الصباح هيكون كيف، اليوم هيكون كيف. في زول القاعد في البيت وبيته آمن بس خايف من الرعد، خايف من البريك، خايف من الصاعقة. وفي البيوت ما كويسة، في بيوت في العراء، في ناس قاعدة في الرواكب مرعوبة أكتر من الزول الثاني. وحتى في ناس المسافرة، عوامل مناخية، داير يمشي بالطيارة، الأجواء ما كويسة، باخرة، طيارة، قطر، بس كله بيخاف، ما في إنسان، شعور طبيعي، نتيجة طبيعية إنه يكون في خوف. لكن هل في خوف من شيء ما عنده معنى وما عنده أي قيمة مفترض يعني أنت ما تكون خايف أو ما تكون بالطريقة دي ولا لا؟ في أسباب كثيرة من وراء الخوف. وزي ما قبل ما نطلع فاصل، في ناس لله كده ما بتمشي بالمقابر، رغم إنه المقابر ما يعني الناس ميتة، ناس يعني أرواح ذاتها ما ولا في أي شيء، لكن قصته مع المقابر مشكلة كبيرة، ولا بيجي بيع ولا حتى تجيب سيرة. في ناس الأفلام بتاعت الرعب دي ولا حتى يشوفها بالغلط، قصص ساكت، نكات، زول يحكي نكات بتاعت قتل وموت، لا لا لا، يقول لك يا أخي غير الموضوع ده. في ناس أصلا ما بتجي معك في الاتجاه ده، لله كده، ناس ماشي رحلة، ناس ماشي البحر، يقول لك يا أخي اسمع طلعونا موضوع الموية دي، أنا عندي مشكلة مع موضوع الموية. في ناس كده يقول لك يا أخي اسمع رحلة فيها موية ونيل وبحر كلام ما ماشي، قاعدين يخرب معك وش، يقول لك يا أخي أنا ما ماشي. مرات كثيرة حتى لو في السرعة بتاعت العربية، صاحبك صديقك سايق والسرعة بسيطة، يقول لك يا أخي اسمع يا أخي الحوادث والكلام الكتير، تلقى بطنطن، تلقى بنقنق، معناه الموضوع فيه خوف، الموضوع فيه
يعني شوية ارتباك في الطبيعي. يقول لك يا خصم زيد السرعة يا زول، مش فيلم رعب، ما خوش الفيلم بتاع الكتل، الفيلم بتاع الأكشن، في زول ما بحب فيلم بس رومانسيات والكلام، أي خوف شيء طبيعي نتيجة أحداث كثيرة غير معروفة أو احتمالية الشعور بالألم. في حاجات كثيرة من وراء الخوف. أنت اللي بتسمعونا في البيت، خارج البيت، في المواطن، أي مكان، أنت خايف من شنو حقيقة؟ المخوفك شنو؟ في زول خايف من يوم بكرة، خايف من المستقبل، خايف ينوم بيحكي له قصص زي ما محمد موسى حكى القصة بتاعت الموضوع الموت ما الموت، وكل يعني النقط يعني موضوع يحكي به فلان ده مات بالطريقة دي، فلان مات بالطريقة دي، مشى البحر يتحرك تحت حيطة شنو آخر واحد لما جاء سأله قال يا أخي الزول ده جاء من الشغل أكل شرب نام كده ومات، قال بس شفت ده اللي إحنا خايفين منه، زول في أمانة الله بس كده. يقول لك يا أخي ده كيف ده يعني الموضوع ده بيجي الراس كيف؟ في ناس كده في الحالات في مواقف أحداث بتخاف. فأنت المخوفك شنو؟ حكوا لك، قالوا لك، سمعت، شاهدت، والموضوع بقى طبيعي عندك، بقى خوف طبيعي. زي ما قلت في ناس حتى العساكر بوليس ماشي في 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 في, في ماشي الله الواحد ده ماشي بطريقته ولا عنده علاقة يتدسس منه، واحد ساكت بس يعني المسدس ذهبش وكده ولا يعني تلقاه في زول بيسمع صوت أصوات بس زول ينادوه كده يتخلع. أسباب الخوف، من شنو أنت خايف؟ من شنو أنت خايف؟ وهل الموضوع ده حقيقي اللي أنت خايف منه؟ المخوفك ده هل باستطاعتك أنك تواجهه؟ هل بمقدورك أنك تواجهه وتعرف أنه شيء ده حقيقي ولا لا؟ بحر طبيعي أنك أنت مش تقعد، وما من الخطر على أنه يعني أنت بتعرض نفسك على أنه، فأعرف الخطورة بتاعت المياه الموية المحيطات والكلام اللي يخليك أنه ممكن تعمل حاجة دي أو يسبب لك أو سبب لك. ما تخلي القصص اللي هي قصص روايات بتتحكي، ففيها ممكن تكون أحداث ماضية خالص ما قبل التاريخ، ممكن تكون مجرد قصة مسلسل فيلم، وده بيتمثل ده تمثيل، ولو ما عرفت معنى التمثيل ما واقع ما حقيقي. وحتى الفيلم لما يكون مأخوذ من حقائق واقعية ده سبق وبيسرد قصة بس، لكن مهم جدا أنه أنا وإنت نفهم معنى التمثيل. لما تكون قاعد في التلفزيون لما تشاهد لك فيلم، شنو الفيلم، شنو التمثيل، شنو الأحداث بتاعت الخدعة الموجودة في التمثيل نفسه، ودي حقائق ولا لا، كيف ممكن تكون حقائق من خلال أخبار، من خلال وقائع بتاعت أحداث فيضانات وشنو الكلام ممكن يتقال. لكن لما يقول لك ده فيلم، لما يقول لك دي مسلسل صوروها، طيب المصور ده كان بيعمل شنو، واللي كان بيروي في القصة ده كان بيعمل شنو، وطيب ما في زول حيكون حيا في الحرب اللي انت بتشوف، الحاجات اللي انت بتشوفها، لابد صديقنا المستمع تقدر تخد حد لموضوع الخوف من خلال القصص والروايات وأفلام الرعب والحاجات اللي ممكن تكون خيالية اللي يتم تمثيلها، اللي يتم يعني ترويجها من خلال الإعلام والطريقة اللي بيتم بها. دي نقطة لابد تتخلص منها، لابد تفهم الحتة دي. ومرات كثيرة في البيوت، بيت ممكن يكون آمن، ظلام نعم، ما في حاجة، ما في زول، بيت آمن بكل المعنى وما في شيء، وبعدين قصة أرواح وشواطين والكلام، ما تتخيل حاجات ما واقعية. مرات كثيرة إحنا بنكون يعني بنخاف، ولابد تصل لنقطة مهمة جدا في موضوع على إنه الناس اللي بتخاف من المقابر الناس ميتة، ناس أرواحها طلعت منها، يعني التراب ورجع للتراب، مجرد يعني شيء موضوع، مجرد بناء موضوع، يعني قبر موضوع نعم، لكن ما بيحصل فيه حاجة. وفي ناس بيقول لك ده أأمن مكان أنا ممكن أقعد فيه، في ناس كده يعني لدرجة إنه الخوف ده بالنسبة لهم الحاجات ممكن تكون ممتك. صديق المستمع، المواجهة في حتات مطلوبة عشان تكسر حاجز الخوف، ولابد تعرف إنه ما كل الكلاب حتعطي، نعم في حيوانات مفترسة لابد كمان أنت تكون عارف، وما كل مكان هي تكون قاعدة. مرات كثيرة الناس بتخاف من الناس، ممكن الزول ما عنده أي موضوع، ما عنده علاقة بك،
لابد تعرف انه كمان يعني تكون الاحتراس بتاعك انك تحترس لحتات المواقف المختلفة الممكن تكون عندها نقاط مهمة جدا بالنسبة لك. ففي حاجات حقيقة ما محتاج. الكوارث الطبيعية اللي انت ممكن بتخاف منها، بنعرف الفيضانات وسيول الأمطار ده شيء فوق لقدرة إمكانية الإنسان. لما ما يكون عنده استطاعة على إنه فعلا هو كامل في الاستعداد التركيز على إنه الفصل ده، نعم في الأمطار طبعا ما في زول بيضمن النتائج، كلنا بنكون خايفين فيها للأمطار والفيضانات والسيول الكلام زي كده. نحترز، وليه دائما بيكون في تنبيه، ليه بيكون في دائما توعية على إنك احترز للناس الساكنة اللي بتقطن على ضفاف النيل الأمطار، نعم في سيول في فيضانات على البيت لو ما آمن، البناية اللي انت قاعد فيها، المكان اللي انت لو ما آمن إنك ضروري إنك تخليه، ضروري إنك لو في تحذير، لو في إنذارات مبكرة على إنك تطلع، على إنك تمشي، على إنك تخلي ده شيء وإنت تم سماعك له وتجاوبك مع الموقف، تجاوبك مع الموضوع مهم. ودائما في حتات مش معنى إنك إنت بتمشي وخايف، لا في حتات دائما بتكون خطرة. أنا ليه أمشي؟ ليه أنا يعني 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 أجازف المجازفة دي وأمشي ورغم إن هي فيها الخطورة؟ ودائما النقطة القرار ممكن يكون صعب جدا ما تكون دي قرار نفسك واللي تكون مسؤول منه وتقول قضاء وقدر. فانت بتمشي برجلك، انت بتقرر انك تمشي، ولو انت مشيت اعرف النتائج دائما، يعني ما تمشي تقول ده قضاء وقدر، لا. فانا عارف البحر، انا عارف لما انا اغلط، لما انا ما بعرف اعوم، لما انا داير مش اعمل حاجه فوق لامكانيتي، وانا شايف حريق مولع، نار مولع، يعني انا حساعد بقدر ما انا بقدر، بس حاجه انا ما بقدر انه انا اعملها. وفي بعض كده بعض مرات الحاجات الممكن تكون مستحيل انه انا اعملها، ليه انا اجازف وانا ما عندي المقدره، انا ما عندي الاستطاعه انه انا اعمل حاجه انت بتعمله، انت خايف وفهمك وعقلك بمنطقك على انه انا ما عندي استطاعه، ما بطير، انا ما بطير، ولو حصل انا حتكسر، لو حصل انا حتأذي، لو حصل نعم انت بتجازف بقدر الامكان، لكن تكون حريص وتفهم حته بتاعت انه المنطق، العقل وين في الحته دي، النقطه دي وين انا استخدم فيها العقل بتاعي، المنطق بيقول شنو فيها. ففي حاجات كثيره مرات انت محتاج بحكمتك وبمعرفتك انك تكون انت الملخص للموضوع. الخوف والعلاج من الموضوع ده مهم جدا جدا، حتى الناس اللي بتكون عندها خوف وقلق مستمر من حاجات كثيره. وزي ما انا قلت قبل شويه الشعور بتاع الخوف من اقوى المشاعر الممكن الانسان يشعر بها، وده بيأثر بشكل كبير على العقل وجسد الشخص، ده شيء طبيعي واحنا بنعرف الحاجه دي. وكمان انه يستمر الشخص بالاحساس بتاع الخوف والقلق لمده قصيره او بالطول للمده لدرجة انه يعلق الانسان بالمشاعر السلبيه بشكل يؤثر على حياته وصحته دائما. وفي اشياء طبعا بتسترسخ في الذهن، بتكون مسترسخ لانه احداث هو كان جزء منها وكان حاضر وكان مشاهد فيها وكان مشترك فيها، فمن الصعب انها تطلع، من الصعب انها تكون، يعني انت لما بتشاهد حادث، بتشاهد قتل زول، غرق زول، حرك زول وموت زول وحاجه وقعت قدامك، في قصص ما من السهل يحتاج فيها تشخيص طبي، يحتاج فيها دكاترة أطباء، لأنه الإنسان ما بيقدر يستوعب صدمة، وممكن تكون صدمة بتاعت خيانة. في ناس كثيرين الصدمة والموضوع ده بيجي لهم مشكلة، ففي أحداث كثيرة يعني مختلفة في حياة ناس تستدعي على أنه يقابل أخصائي نفسي على أنه يتم معالجته. شعور الخوف في حياة الإنسان كخوف من الفشل، خوف من النار، وما بيكون شعور الخوف سلبي في بعض الأحيان، إيجابي. فالخوف من يعني من النار بيخلي الناس تتجنب النار وتتعامل معها بحذر، وكذلك كمان الخوف من الفشل يحفز الإنسان على إنه يعمل عشان يوصل للنجاح، لكن قد يكون عائق في حالة الشعور القوي، ويختلف من شخص إلى آخر، لأنه في شعور طبيعي للخوف، طبيعي، شعور طبيعي من إنه إذا كنت
وطبعا القلق ده يعني كمان كلمة تستعمل في التعبير مع بعض أنواع الخوف من شيء يمكن كمان يحصل في المستقبل، كما إنه كمان إنسان استعمال كلمة القلق لوصف الخوف الدائم بيكون مستمر معه. فعشان كده بنحاول صديقنا المستمع وإحنا معاك إنه نخط نقاط على الحروف في موضوع الخوف على إنه مواجهة الإنسان لمخاوفه الخاصة مطلوبة، وعدم تجنبه أو تجنب المواقف اللي بتحرك شعور الخوف فيك. أحيانا ما تكون الموقف اللي أنت بتتجنبه هو تجنب الشخص بسوء اللي حيتوقعه الإنسان مرات كده، فانتبه وحاول حارب الحاجة دي من خلال مواجهتك للمخاوف بتاعتك الخاصة، وده مهم. وانت في بيتك، انت في حياتك، انت في مواقفك، علاقاتك، اصحابك، اصدقائك، مهم تاني اقول انك تواجه بعض المواقف الشخصية وتكون عندك يعني قرار فيها، مهم جدا. وحقيقة قد لا تكون كان محتاج كل الكم الهائل من الخوف أو من القلق اللي أنت مستمر فيه، والموضوع كان بسيط جدا وكان بإمكانك تعالجه من زمان وتواجه الموقف. والنقطة المهمة كمان، الإنسان لابد يعرف نفسه ويقدر يقوم ويقاوم الإنسان ده، إنه كمان يقدر يستكشف نفسه ومعرفته ومعرفة المزيد من المخاوف والقلق اللي يشعر به دائما. ويمكن عن طريق الكتابة مثلا عند الشعور بالخوف والقلق زي ما بيقول، عشان تعرف الشيء اللي بيحصل لك والتوقيت اللي بيسلل فيه المشاعر لنفسك. ويمكن كمان تحديد الشخص أهدافه الصغيرة والكبيرة بتحقق المواجهة هذا الخوف. مرات كثيرة في ناس بتكتب الحاجات اللي بتخاف منها، بيكتب يعني بصريحة العبارة على إنه أنا بخاف من كده، ويكتب الحاجات اللي بتخاف، المواقف اللي بيخاف منها، الحاجات اللي بتخليه دائما هو خايف، والتحديات اللي بتواجهه، والإحساس أحيانا في إنه هو بيخاف. شنو اللي بخوفك؟ أكتبها. شنو اللي بخوفك؟ أكتب الحاجات اللي بتخوفك، خدتها كده وفكر فيها وشارك بها ناس، شارك بها صديق، شارك بها أخ، شارك بها أخصائي، شارك بها دكتور، أبوك، أمك، أعز زول عندك ممكن يكون. فمرات كثيرة أبسط الحاجات قد تكون ما عندها أي قيمة، ما عندها أي موضوع إنك تخاف، ولا حتى قدر الكم الهائل اللي أنت خدت لها من زمان ومرعوب بها من زمان. نقطة مهمة قالوا فيها كمان عشان تعالج موضوع الخوف، ممارسة الرياضة لفترات فترات أفضل. فالرياضة بتحتاج أو إلى بعض التركيز، والأمر ده بيبعد أفكار الخوف والقلق عن ذهن المريض. وفي باحثين أوصوا بممارسة الرياضة لمدة 30 أو 40 دقيقة 3 مرات في الأسبوع. وممارسة الرياضة لجانب العلاج النفسي قالوا بيدعم نتائج العلاج، ولا يجب أن يغفل الشخص عن إنه الطعام والشراب قد تحفز مشاعر القلق. فعدم تناول غذاء متكامل والحصول على كميات كافية من البروتينات والكربوهيدرينات والدهون والعناصر الغذائية المهمة يمكن أن يؤدي إلى اختلال نسبة السكر في الجسم، ده يؤدي في النهاية إلى تحفيز شعور القلق. ومن الأطعمة اللي ينصح بتناولها قليل لتقليل القلق تلك الغنية بالحامض الدهني أوميجا 3، واللي بتبين إنها أيضا قد تفيد في حالة الاكتئاب. ويجب الحرص على تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات، وتجنب تناول السكريات بكميات كبيرة، وتجنب شرب كميات كبيرة من الشاي والقهوة لأن مادة الكافيين تزيد من القلق، انتبه. ونقطة مهمة دائما في موضوع الخوف ومحاربته ومعالجته، تعزيز الإيجابية. لابد على الإنسان تعلم كيف يزيد المشاعر الإيجابية والتركيز عليها، يعني ما تكون سلبي دائما. إن الخوف بيرجع الإنسان على التركيز وملاحظات الأحداث السلبية، وده يعكس عند الإنسان فكرة إنه العالم مكان مرعب. اتفائل بالإيجابية، خلي حياتك دائما لنا بالإيجابية أكثر من إنه يكون في رعب
أكثر من أنه يكون خوف وتكون دائما نظرتك للحياة سلبية كلها. في ناس بتنظر للحياة كلها بنظرة سلبية، كل ما في العالم مرعب ما نافع، أنا عايش أنه أخيرا موت. في ناس عباراتهم دي في خشمهم قريبة، ما بيتفائل، ما دار يتفائل في الحياة، كل حياته سلبية سلبية. حتى لو عمل حاجة وبيعشر أنه غلط، حاجة لو صح كارثة كبيرة جدا. عشان كده غير نظرتك للحياة، غير نظرتك لأنك أنت تواجه العالم. في حاجات كويسة جدا، ربنا ما خلقك للسلبيات، ربنا ما خلقك للحاجات الكعبة، ربنا ما خلقك أنت زول ما كويس، لا بالعكس، الله جابك في أحسن صورة، الله أداك أحسن مكان وأحسن شخصية وكل ما فيه. وعلى فكرة ما في غيرك، ما من شخصية أخرى أو أنت بس. فالله ما بيخلق كل شيء كعب، مرات إحنا بنختار، مرات إحنا بنمشي السكة، مرات إحنا بنمشي في الطريق ده وبنلوم وبنضع اللوم على الحاجات التالية. لكن العايز أقول لك صديقنا المستمع، ما كل شيء كعب، في خير، وإنت من ضمن الناس اللي بتصنع الخير، إنت من ضمن الناس اللي مفترض تجيب الأفضل في الحياة وتشوف الحياة بمنظور آخر. غير نظرتك من العالم. من الأمثال كمان على الأمور الإيجابية التركيز على المشاعر الجميلة، خلي مشاعرك دائما جميلة، خلي مشاعرك جميلة دائما اللي يشعرك بها الإنسان لما أنت تشوف شخص بتحبه. الاستشعار بالسعادة، اليوم المشمس والتمتع بجمال الطبيعة. ففي باحثة فريدريك ريكسون قال، حسب ما ذكر في المقال بتاعه المنشور على الموقع الإلكتروني بتاعه، قال فيها تقاوم الإيجابية بتوسيع منظور الفرد الذي بدوره يتيح لعقل الشخص المزيد من الخيرات، وخلق مرونة تتيح العمل حتى في الأوقات العصيبة. يعني دي نقطة مهمة، كيف إنك تستمتع بالحياة وبالجمال بتاعت الطبيعة، الحاجات الجميلة فيها، وتحارب السلبية الموجودة. تتمتع بجمال الحياة، تتمتع بأداك له ربنا من خير وبركات وجمال وكل شيء، والشعور جميل وإحساس جميل، أشعر تستمتع بالحياة دي، ما في شيء فيها، كل شيء فيها جميل. لكن كيف إنك تقدر تحارب الشعور السلبي الموجود فيك، ما تخليك سلبي دائما. مطلوب منك صديقنا المستمع تحارب وتعالج النقطة بتاعت الخوف، تتكلم عن المخاوف والقلق والمشاعر السيئة اللي دائما بتداهمك وبتداهم ناس تانين. ودائما صديقنا المستمع الإنسان اللي انت قريب منه، العائلة ومشاعر الخوف فيهم، ويمكن للإنسان التلاقم مع طبيب عام اللي دائما بيدور النقطة بتاعت انه بيحول العلاج بتاعه النفسي. فانت في نقطة مهمة جدا، في نقطة في غاية الأهمية صديقنا المستمع، على انه تعالج النقطة دي بإيجابية وبروح عالية جدا، على انه التحدث عن المشاعر السلبية بتاعت القلق اللي دائم بتداهم الصديق اللي عندك. فدي نقطة مهمة جدا، في ناس كثيرة في النقطة دي تعبانة جدا. نقطة مهمة أيضا في نقطة المعالجة، وفي حالة مداهمة شخص حالة من الخوف والرعب، وتتسارع دقات القلب ويتعرق الإنسان وحتى اليدين بتاعه، قالوا ينصح الشخص بالبقاء في المكان وعدم مواجهة الحالة. مرات كثيرة بتترعب، بتتخلع، بتواجه مشكلة كده، بتلقى نفسك ضربات قلبك بتزيد ويدينك تعرق وكلام زي ده. نصحوا وقالوا لابد تكون قاعد في المكان اللي انت فيه، ما تواجه الحالة دي، ما تواجه الموقف، ووضع اليدين على المعدة والتنفس بكل عميق وبطء. والفكرة من الطريقة دي قال بتعود العقل على مواجهة حالة الخلعة والفزع اللي كان فيهم، وتعلم كمان التعامل مع هذه الحالة، بذلك يتم التخلص من شعور الخوف، من الخوف نفسه. ففي مواقف كثيرة في طريقة مختلفة فالإنسان بيفكر فيها، وفي طرق كثيرة جدا لأنه الناس تعالج الاضطرابات بتاعت القلق، ويتلقاها الشخص عن طريق زيارات الطبيب النفسي والعلاج المعروف السلوكي، والعلاج بتعرض ممكن لبعض النقاط المهمة وفي غاية الأهمية. والإنسان اللي بيؤمن دائما في ربنا في موضوع الخوف، الله يقدر
يشيل الخوف. ودائما نتذكر أنه في الكتاب المقدس ذكرت كلمة لا تخاف على مدار السنة. كل يوم ربنا بيوعدك أنه ما تخاف، لا تخاف، ما تخاف. ودائما وإنت بتلقي حملك وهمك على الله. والخوف شعور طبيعي، ومن حق إنه كل إنسان أنه يخاف. ومخافة الله رأس الحكمة دائما. وكون إحنا بنهاب الله لأنه عظيم، لأنه قدير، شيء رائع وجميل جدا جدا. عايز أقول لك الله ما أدانا روح الفشل، لكن ربنا أدانا روح القوة والمحبة والنصح. وربنا بيوعد أنه ما تخاف لأنه هو معك، وما تتلفت لأنه هو إلهك. وتوكل على الله وما تخاف. شنو رح يصنع بيك الإنسان لو ربنا ما أرد؟ لو ربنا ما قال، شنو ممكن يعمل بيك الإنسان؟ ولا شيء. عشان كده أيوب ما كان خايف وما كان مرعوب. وكثير من الأنبياء والرسل وحديث والكلام عن الخوف، إنه الله دائما اللي يحمي الإنسان، وربنا هو اللي بيخليك تنجح، ربنا هو اللي بيديك النجاح، ربنا هو اللي دائما يوصي ملائكته حوالينك. وما تخاف، وقال فيها أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فكيف ربنا بيهتم بعصافير والمخلوقات بتاعته والزحافات وكل ده؟ فلا يستطيع الله أن يهتم بالإنسان، لا، ربنا بيهتم بالإنسان، ربنا بيهتم بكل تفصيل حياتك، ربنا بيهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياتك. هل أنت خايف منه؟ ربنا عنده القدرة عليه، ربنا عنده الاستطاعة عليها، ربنا بيقدر يحميك، ربنا بيقدر يرسل ملائكته زي ما بيحمي الأطفال الصغار. وممكن أحداث كثيرة بيدلك على أنه الطفل ما خايف، هو بيلمس أفعى، بيلمس دبيب، بيلمس أسد، بيلمس. ففي حاجات كده كثيرة جدا بتستغرب كيف ربنا، كيف الأمور دي. الله عنده القدرة. خلي ثقتك وإيمانك في ربنا وقت ما بيتخاف. ودائما خليك إنسان مصلي، خليك إنسان قريب من ربنا، خليك عندك ثقة وإيمان في ربنا في أمور مختلفة، وما تخاف. ألقي همك، جيب حملك على الله، خد أملك كله، رجاءك في الحاجة اللي بتخاف منها، خد تفية ربنا. وأدعي دائما إنه الله يوريك الحلول فيها. صلي إنه ربنا يفتح عيونك وتشوف الحلول اللي ربنا وادي عليك. لما تكون مؤمن، لما تكون عندك إيمان، أنت بتثق في ربنا وعندك إيمان في الله، الأمور بتختلف. مهما كان الخوف، مهما كان شكل الخوف اللي عندك، مستقبل، شنو، كله خوف من مرض، وخوف من الانتشار الموجود في العالم من أوبئة وكلام كثير. الله يوعد في كل ثانية، في كل يوم، إنه ما تخاف، ما تخاف. ألقي حملك، الحاجة الخايف منها سلمها لربنا. هو خلقك، ما حيخليك، ما حيتركك، وما حيسيبك كده براك تتعذب وتتألم. لكن إيمانك في ربنا هو اللي بيخلي الأمور تتغير من حولك، وثقتك وأمانتك بتخلي الله يتحرك أو يحرك الأمور من حولك. فالخوف هو سبب التسلح الفردي والجماعي والدولي، هو سبب تكدس الأموال في البنوك، هو سبب بناء الملاجئ، هو سبب الرئيسي وراء السعي للتأمين على الحياة مختلفة أنواع الضمان. الخوف يقف وراء ديانات وبدع كثيرة في هذا العالم. الخوف هو سبب التشاؤم والخرافات والأوهام والسحر عند الكثيرين من البشر. فهناك كثيرون مثلا يتشاؤمون من الرقم 13، ولذلك فقد امتنعت بعض الفنادق عن استعمال في ترقيم غرفها، كما امتنعت حتى بعض الطائرات عن استعمال في ترقيم مقاعدها. عندما نفكر بعمق في المخاوف الرئيسية للإنسان، الخوف من الأمراض والموت والكوارث والمستقبل والمجهول وبعد الموت، نجد أن هذا الخوف في الحقيقة هو خوف الإنسان من الله، نتيجة ابتعاده وانفصاله عنه. وهو خوف عميق دفين في باطن الإنسان، خوف إما من عقاب الله له في حياته، أو انتظار لقاء الله والدينونة. من شنو أنت خايف؟ من شنو أنت خايفة صديقنا المستمع؟ نتائج كثيرة جدا. فإن كنت تخاف من أي شيء، أعمل زي ما عمل
يغرق. جاشو في وقت صرخ إلى الله: يا رب نجيني. والنتيجة مد المسيح يده وأنقذه. أصرخ إلى الرب قل يا رب نجيني، أكيد النجاة حيجي من ربنا. شكرا لك صديقنا المستمع، والله معك، وخلي ثقتك وإيمانك في ربنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام الله معكم. راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم. نمسح الفات، بس بنقدر نرسم ملامح بكرة، ونحن مع بعض بنقدر، والمستقبل حقنا، وسوا بنقدر نخلي يوم بكرة أحلى وأحلى. راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون. راديو سمر، راديو لكل السودانيين. بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosamar.com.